محمود البخاري محمد، ورا ولدي قتلوه وانا ما كاينش كاع في الدار، وداخل واحد تصاح مع واحد الدري ثلاث ايام داي عرض عليه قال له اجي اجي تعشى معايا، وقال له واخا وثق فيه ومشى عنده، اللي مشى عنده قال له سير جيب ديك الطاجين، مشى ولدي دار كيجيب الطاجين هو يضربو بالشاقور، ضربو بالشاقور وقتلو، قزرو قرضو ضربو راسو قرضو كله، راه ولدي جابو لي عاب الميكا، وانا كنطلب حق ولدي وكنطلب من المسؤولين ومحمد السادس يتدخل ويشوف هاد الشيء، راه حنا ولينا عايشين في العذاب، وراه انا اليوم عندي الجنازة وخايفة، انا دايرة الجنازة والناس جايين وخايفة كيتهجموا عليا، ودابا تنطلب من المسؤولين ياخذوا لي حق ولدي، وتنطلب محمد السادس يوصل ليه ويوقف معايا الله ينصرو، وانا رانا معذبة ورانا مكوية من جهة ولدي ومحروقة، عندي ولد واحد يلا عنده 21 عام وراه 7 شهور هو مهدد انا وولادي ومهدد ولدي، ما عيد معايا في العيد رمضان، ما عيد معايا في العيد الكبير، وتيدور مسكين وما قدرش يجي لدارهم، وانا بغيت عيط للجدرمية وقلت لهم والو، جاو هرسوا لي الدار الدراري وضربوني وكيهددوني، ما قدتش نهضر الى هضرتي قتلوني انا في داري، 7 شهور ولدي في الزنقة وما قديت نهضر، هاد الشيء راه تكرسوا عليا بزاف، وهاد بقنادل تنطلبو، انا ولدي مشى الله يرحمه، مشى الله يرحمه ويستاهل عليه والله يرضى عليه، وانا سامحة عليه، خاص ديال البوليس يدخلوا لهنا، راه ما كاينش ما كاينش واخا كيجيو جدرمية، هما كيدوروا من زنقة والاخرين كيدوروا من زنقة، واخا يوم يجريو عليهم ما شدوهمش. ولدي كيفاش حتى مات قتلو وانا ما كايناش، انا كنت سيدي هانت مارا عند هاد العائله، وحتى عيطوا لي ولدي مات جوج الليل قتلو، وما ما عيطوش عليا وقالوا لي اجي تشوف ولدك واش المخزن واش عاد محق يهز الولد، وما عيطوش لوالديه باش يشوفوا شنو وقع شنو، حتى عيطوا لي عيطوا لي على الناس قالوا لي اجي ولدك راه قتلوه، ومنها بتعاد الجدارميه قالوا لي بركه في راسك ولدك راه مات، معاش مات مع جوج الليل، واش مع جوج الليل وما نعلموش الوالدين، وانا ساكنه معاه في بوق نادل، وهذا اللي قتلو، انا بغيتو يتعدم، اما يقتلو اما يتعدم، مازال ما شدوه، صافي ولدي عطاوه ليا ودفنتو، وبردت القضيه مره، بحال اللي قتلو حنش، بحال اللي ماشيو بشر، وانا ولدي ما فيه سرقه، ما فيه حتى حاجه وحده، وراه تصوروا وراه الناس كلشي كيشكروا، الناس كلشي كيشكروا، ولدي رانا كنتقطع عليه ورانا معذبه ومكويه من جهه ولدي، ودابا تنطلب من المسؤولين ياخذوا لي حق ولدي، ولدي راه كيتو عمره ما تنسى لي، عمري ما نساه حتى نلحقو، واش ولدي هزو المخزن وما عيطش على والديه، حتى مشي لها قالوا لي راه فريقو كندير انا ما نحمقش، انا راه تطيف راه من 4 الصباح البارح وانا كنغوت وكنبكي، وبحال لي ما طحتش الروح، ما كاين حتى حاجه ما شفناها، كيدوروا ما عندهم غرض، الدري قتلوه قدام امه، انا الا ما تشدوا هما يتشدوا والديهم، وبغيت حق ولدي يعدموهم ويجيو ويشوفوا كيفاش دار هاد الدري تقرضو هكاك، اش بغى عنده واش بغى عندي انا، حنا عاد راوش ودابا بقينا مهددين لحد الان، حنا باقيين مهددين كلنا مهددين، هرسوا لي الدار وعاودوا ما هدرت، خايفه على راسي وخايفه على ولادي، وفي الاخر هاو ما قزروا لي ولدي، ودابا الله يرحم الوالدين وشكرا. باقين دابا كنتهددوا، دابا حاليا كنتهددوا. السلام عليكم، انا كنطلب حق ولدي قتلوه ليا بلا هادي
انا ما كنتش في الدار وجا ولدي داوه ليا، داوه لواحد الدار وقتلوا ليا هكاك. ولدي راه بقى فيا بحالاش. انا كنطلب جلالة الملك محمد السادس ياخذ لي حقي. واش اللي كاين؟ شحال لك ولدي؟ حسب الله ونعم الوكيل. ولد اختي مسكين راه بارع، ما درت شي حاجه خايبه، ما مسكين كان يهددوه ما خلوه كاينش يدخل دارهم. امه كتقول له ولدي الا جيت راه يقتلوك، راه كيضربوا عليا بالحجر في الليل، راه هرسوا لها الباب شي شحال من مره، هرسوا لها الباب فرعوا عليها الباب، راه بالليل ما كتشد غير في الدار على حساب داك التهرس اللي كيهرس عليها الباب. وراجلها وبناتها، عندها بناتها خايفة على بناتها، وولدها مسكين برا دايع، ما كنعرفوا عليه حتى شي حاجة حتى شي خبر. وهي كتخرج كتبات كل مرة كتبات على خواتها، تاعها غادا من هنا لهنا لهنا، ما كتجلسش في الدار على الخوف. كيقولوا لا نشدوك عن ولدك اللي جا نقرضوه نقتلوه. علاش؟ ما داير حتى شي حاجة، ما دار حتى شي حاجة زعما اللي لا علاش يوقع عليه هذا الشيء. كان ديك الساعة ما كانش عليه ما يضربوه هذيك الضرب هكا، ضربوه دخلوه للدار، اجي دخل عندنا للدار نتعشاو صاحبي في الاخر يقتلوه. ما يتقبلش، ما تقبلش العقل، راه صدمة كبيرة، صدمة كبيرة. شنو نقول لك؟ راه حتى واحد ما تقبلها. جيرانو كلشي بقى فيه الحال على المد ديالو، والعائلات راه تصدم، كلشي تصدم فيه. ومو عدا هو عدا دري هذا هو اللي عدا. واش غنقول لك اولدي؟ هادشي اللي عطى الله.